وضع أسس سياسة صيدلانية وصناعية منسجمة من الجانب التنظيمي والاقتصادي تغطي كل مسار الدواء في الجزائر، صناعة واستغلال واستيراد وتصدير وتوزيع. هدفها تلبية حاجيات المواطنين الجزائريين فيما يخص التوفر المتواصل لأدوية آمنة وفعالة وذات جودة ومتاحة اقتصادية. الالتزام رقم 45 من برنامج السيد رئيس الجمهورية، وذلك عبر تنمية وتنويع صناعاتنا والتمكن بالتالي من التحكم في فاتورات المواد الصيدلانية وتشكيل مصدر تصدير خارج المحروقات من جهة، وضبط نشاط الاستيراد لفائدة الإنتاج الوطني وكذا ضمان التوجه نحو التصدير من جهة أخرى.